بالليل ما يتعشوا، يناموا ما ماكلين، يناموا ما ماكلين. أنا عندي هذه حجرة واحدة وهذا المبرز، وعندي هذا في المطبخ، وقدمت رسائل كل مكان وما حصلت، ورسائل الناس خلني موجودات عندي وما حصلت من أي مكان، تمرركوا في مكان، وأنا تعبان وكنت حارس في المستشفى السماعي، عاش 225 و400 بيسة، ريال واحد يقصوا حالة وين البنك. ما ناخذ راحتنا ناكل مع أخواننا، كلنا ننام في حجرة واحدة ونحن 12 نفر. مرات اخواني يناموا برا، حد داخل حد برا، مكيف واحد بس، يعني نحس ما ماخذين راحتنا، يعني غير يعني ما كل اللي نبغاه نتوفر. حال الكرهب يجي جاي خطا الاولياء واقفين 20 ريال، هذه بعد الفاتوره موجوده، وكان تليفون وقطعته ما لهم تسوي تليفون. أمس ثلاث حاجات ومشتنهن بربات 10 ريال، ثلاث حاجات حرام علي، وما أقدر أشتغل شغل مع المكان أسير يكون أتساعد بين المعاش ومشي، بس أدبش من هنا ومن هنا، مثلا كما أخرب حبتين رطب ويجي له هبط السوق. ما تكلف الحجرة، ما جي فرش ملابس من عند الفيران يعطوني، واللي ما يبغيوهن يعطوني إياهن ولبسنا أولادي. ما أقدر أوصف لك كيف الحالة اللي عندنا، أكل مرات حتى ما ناكل، بالليل ما يتعشوا، يناموا ما ماكلين، وأجلس هم يقولوا باي يتعشوا إيش أسوي لهم، ما حصل شيء اللي أسوي لهم إياه. مرة صح مثلس عند الجيران باي كذا باي كذا، حد الله تعالى رزقه يحسن علي، حد ما يقول ما نعطيش كل يوم. صراحة واجد استحرق، أجلس أصيح من وين أجيب لهم، في الليل بنهض من يمين وأنا أصيح، ما عندي ما قدروا له عندي بعطيهم صراحة، ما حد استغنى شيء عن ولده. أسأل الله تعالى يوفقك ما تكبروا وبتشتغلوا بتشتريوا، أنا من وين أجيب لكم ذهبي كله بعته عشانهم اللي مسواي لي، والحين هذا كيف نتمنى أحسن إن شاء الله يكون الله تعالى بيرزقنا وبحد يساعدنا إن شاء الله.